ودرجة الصديقين بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. فمنزلة الصديقين بعد الأنبياء. والصديق هو كثير الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقالوا إن قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون، قالوا إن المراد بهذا أبو بكر رضي الله عنه، جاء بالصدق وصدق به. نعم.